العملية التي قام بها الحوثيون في الواقع تأثيرها ضعيف على موازين القوى وضعيف على مجريات الحرب، ولذا لا يمكن القول أن هذه العملية عملية مهمة عسكريا أو حتى سياسيا، وهي بالكاد تكون يعني بالون إعلامي من أجل التعويض عن الخسائر الميدانية والانكسارات التي واجهها الحوثيون في شبوة وفي مأرب وكذلك اليوم في الجوف، فهم كل يوم يخسرون مزيد من الأراضي ويواجهون متاعب في التموين بسبب قطع التحالف دعم الشرعية لخطوط الدعم والإسناد. فالموقف العصابات الحوثية الإرهابية موقف ضعيف، وهم بالكاد يعني لديهم عدد لا يعرف من المسيرات الدرونز التي يستخدمونها هنا وهناك. وصادف اليوم أنه نجحت طائرات المسيرة في الوصول إلى أبو ظبي، لأن هذه الجهة لم تكن يعني مغطاة لا بأجهزة الرصد ولا بالدفاع الجوي باعتبار أنها جهة ميتة وغير مشاركة في أو غير يعني مهددة. فحصل ما حصل من فرقعة، نحمد الله أن يعني آثارها صغيرة، ونحمد الله أن نجت البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأضرار، واقتصر الأمر على يعني شاحنات أو صهاريج، وهذا أمر مقدور على تعويض.